السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو بتشتغل على فيجوال ستوديو كود، ساعات بتلاقي كود موجود وانت مش فاهم بيعمل ايه، فمحتاج حد يشرح لك، يعمل لك كومنت او تعليق على الكود عشان تعرف هو بيعمل ايه، او انت كتبت الكود ومحتاج تكتب التعليقات بحيث لو حد جه يكمل بعديك يعرف يكتب الكود ازاي. فده كود شرطه جي بي تي، بتعلم على الكود وتقول له اكتب لي الشرح اللي هو بيعمل ايه بالشكل ده، فبتلاقي كتب لك شرح كده وعمل شرطتين وكتب لك الكود ده بيعمل ايه. فده بيوفر عليك وقت كتير جدا انه بيشرح لك تلخيص. هو بيعتمد على شات جي بي تي، بيعتمد على الذكاء الصناعي في ان هو يوصف لك ويسهل عليك الشرح للكود او تلخيص للكود.